السلام عليكم ومرحبا بكم. نهار جديد وجولة جديدة. اليوم إن شاء الله هناخدكم معايا في جولة لواحد من الأسواق الشعبية في مكة المكرمة، واللي هو سوق الكعكية. هاد السوق اللي كتباع فيه السلع بالجملة وبالمفرد. فأول حاجة هنوريكم طريقة الوصول لهاد السوق. احنا الآن في شارع إبراهيم الخليل أو في مسفلة كما كيعرفوها بزاف الناس. كاينين هاد الحافلات اللي مكتوبة عليهم حافلات مكة، كياخدوا بالمجان حتى المنطقة الكعكية كما كتشوفوا. هذه المحطة اللي فيها احنا إبراهيم الخليل 14، كاين إبراهيم الخليل 16. اليوم ما شاء الله كان واحد الريح اللي كيطير، كما كتشوفوا الناس حوايجهم كيطيروا في الهواء. بالنسبة لمنطقة الكعكية أو سوق الكعكية ممكن توصلوا له بالحافلة، وإذا كنتوا مجموعة ديال الناس مع بعضياتكم خذوا تاكسي، فهتجيكم 5 ريال الواحد، يعني مبلغ اللي قليل، وتوصلوا بسرعة للسوق. أي مكان كنتوا فيه في مكة ممكن توصلوا لهنا إما عن طريق الحافلات أو التاكسيات. وهنا أول ما وصلنا للسوق كنلقاو قيسارية اللي كبيرة بزاف، فيها العديد من المحلات. فقبل ما نبداو الجولة ديالنا، لأول مرة كيشاهد القناة ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونبداو جولتنا على بركة الله. اول حاجه ملي كندخلوا لهذا السوق كنلقاو الكثير من المحلات اللي كيبيعوا اشياء اللي مختلفه. اي حاجه ممكن تاخذوها هدايا من مكه، سواء البخور، العطور، الحنه، السجاد، التابح، كاينه العبايات، الساعات، يعني اي حاجه ديكورات ممكن تاخذوها هنا وبثمن اللي ممتاز. كيبيعوا هنا بالجمله وكيبيعوا بالمفرد. فاذا كنتوا هتاخذوا مثلا اي حاجه من 12 حبه فكيحسبوها لكم بثمن الجمله. حتى الناس اللي كيبيعوا في محلات في مناطق اخرى فكياخذوا السلعه من هنايا، فكتلقاو السلع اللي كثيره ومتنوعه. هنديروا جوله في اول محل اللي كيبيع البلاكيور، عندهم موديلات اللي كثارين، الاسعار كتلقاوهم مكتوبين على البواطات. كيبيعوا هنا في هاد المحلات بالجمله وبالمفرد، يعني اذا بغيتوا تاخذوا بياسه كيبيعوها لكم، اذا بغيتوا تاخذوا في حليدة علبه كلها فكتقام عليكم الثمن اللي ارخص من الحبه الواحده. اللي مميز في هاد السوق انك تلقاو فيه اختيارات كثيره، والاهم انكم تجيو في اوقات اللي ما يكونش فيه الزحام، لان ملي كيكون الزحام كيرفعوا في الاسعار. بحال مثلا حنا كنا جينا في الاوائل ديال رمضان كانت الاسعار رخيصه، في اواخر رمضان الاسعار يعني دوبلت الضعف. فمثلا الحاجه اللي كانت كتباع ب 35 ريال ولات ب 70 ريال. ودائما حاولوا تشطروا، واخا السوق اللي كتباع فيه الجمله وكيتباع فيه المفرد فدائما تشطروا، راه كينقصوا في الاسعار عادي، لانهم عندهم خصوصا هاد الفترات العمره والحج كيكون موسم، فهذه اكثر الاوقات اللي كيبيعوا فيها فكيرفعوا الاسعار. دائما تشطروا باش تاخذوا سلع بثمن اللي تكون رخيصه. عندهم موديلات اللي كثارين، كاينه بلاكيور اللي كيبقى في اللون ديالو ما كيكحلش، وكاينه اللي كيكحل مع الاستعمال اليومي. فلهذا دائما سولوا على الجوده ديال الاشياء اللي هتشريوها قبل ما تاخذوها. الحاجات اللي زوينه هتلقاوها مثلا ما كتكحلش كتبدا الاسعار ديالها تقريبا من 20 ريال فما فوق، تقريبا من 60 درهم مغربيه فما فوق، الخواتم من 30 درهم فما فوق. وكاينه الحاجات اللي رخيصه ديال 3 ريال يعني 9 دراهم، كاينه ديال 5 ريال 15 درهم. فالاسعار كتختلف على حسب الجوده. كاينين هنا دبالج موديلات اللي كثارين وموديلات زوينين بزاف، كاين الحوالق، الخواتم، براسليات. هنا كاينين التسابح، بالنسبه للتسابح الاسعار ديالهم مناسبه جدا كما كتشوفوا. هادو راه كلهم كيتباعوا بالجمله، الحبه كتعمل اما 2 ريال او 3 ريال. واذا خديتو باكيه كلها يعني 12 حبه كيكون السعر ديالها ارخص. كاينين هنا العبايات، بالنسبه للعبايات هتلقاو كذلك موديلات اللي كثارين، كاينه اللي رخاص وكاينه اللي غاليين. واغلى حاجه كتلقاوهم العبايات ديال الامارات، كيكون التوب ديالهم زوين بزاف، موديلات اللي زوينين. وكاينين اللي صنع ديال الصين كيكون التوب ديالهم عادي والجوده عاديه، فهتلقاو اسعار ديالهم رخيصه. كاينين بحال هادو عاملين تقريبا 30 درهم مغربيه 10 ريال قنيدرات عاديا. كاين الناس اللي كيديوهم كيبغيو يديوهم هدايا، خصوصا الناس اللي عندهم الحباب كثارين. كاين هاد السجاد هذا فيه القران، فيه سوره الكهف فقط وتسابح وسجاد، كيعملوا 10 ريال، راه مكتوب عليهم هدايا الحرمين. هذه هي اللي كتكون زوينه وحتى السعر ديالها مناسب، 10 ريال كتساوي 30 درهم مغربيه. فهتلقاو هنا اشياء كثيره اللي ممكن تاخذوها هدايا معاكم. كاينين هنايا هاد الديكورات ديال النحاس، هادو الاسعار ديالهم بحال هاد الابريق بالكيسان والسينيه، كاينه اللي كيديروا 100 ريال وكاينه اللي كيديروا 120 ريال وكاينه اللي ب 80 ريال.
دائما حاولوا تشطروا معاهم، راه كينقصوا في السعر. هاد القوموديلات كثارين، هادو النحاس ديالهم ما كيكحلش، يعني الجوده ديالهم ممتازه، كاينه كذلك المباخر، فهاد لقاو اشياء اللي كثيره وزوينه داخل هاد السوق. للاشاره، ماشي اي حاجه كتاخذوها من هاد السوق كتكون هي الارخص، ممكن احيانا تاخذوا حاجه بثمن هنا وتمشيو لسوق واحد اخر وتلقاوها ارخص من هاد السوق، والعكس صحيح كذلك. بحال مثلا خدينا حنايا مسك الطهاره فواحد السوق ب 80 ريال، جينا هنا لقيناه داير 35 ريال، فشوفوا شحال الفرق. وخدينا عاود اشياء من هنا ومشينا لاسواق اخرى لقيناها في الاسواق الاخرى ارخص من هنا. فملي كنهضر على فرق الاسعار، فالسلعه كتكون نفسها، يعني مثلا هتاخذوا حاجه من هنا دايره 10 ريال، ممكن تمشيو سوق اخر تلقاوها ب 20 او ب 15، والعكس صحيح. بالنسبه للناس اللي جايبين وقت طويل، فمن افضل ظروف اكثر من مكان عاد تشريو المشتريات ديالكم. بالنسبه للناس اللي جايبين وقت قصير سواء في العمره او الحج، حاولوا تاخذوا المشتريات ديالكم من الاسواق القريبة من الحرام، سواء اللي في أبراج الصفوة أو أبراج الساعة، فهيكون أفضل، هتكسبوا وقت أحسن من أنكم تضيعوا الوقت ديالكم في أسواق اللي كثيرة. كما كتشوفوا كاينين هنا الألعاب للأطفال، أغلب المحلات هنا عندهم سلع على شكل ديال الجملة، فهتلقاو سلع اللي محطوطة كثيرة. كاين هاد ميسو هذا كيديروه على الحنة باش كتخرج الحنة كحلة، هتلقاو أشياء اللي كثيرة ربما مثلا ما تعرفوا شي ليش كتصلح. فدائما سولوا صاحب المحل على أي حاجة لفتت انتباه ديالكم ممكن تحتاجوها. كاينين هنا زيوت، عطور، كاينه مساجات، كاينين البخور، كاينه المسك، فهتلقاو اشياء اللي كثيره. حاولت نصور لكم هنا بالمجمل، لان اذا صورت لكم كل حاجه ما هنساليو شي. كاينه هاد البواطات هادو الصغار كيديروا 2 ريال، وكاينه اللي كيبيعهم 3 ريال فيهم البخور عفوا. بالنسبه لهاد البخور الريحه ديالو زوينه والثمن ديالو مناسب، ممكن حتى هو تاخذوه هدايا. وكاينه البخور اللي كيكون في قرعي الزاج، كاينه اللي كيدير 5 ريال، كاينه 10، كاينه 15، فالاسعار كتختلف، وكاين اللي كيوصلوا حتى 100 ريال واكثر. هنا قنادر الرجال بالنسبه للاسعار هادو كيبداو من 50 حتى 80 ريال سعودي، الريال كيساوي 2 دراهم فاصله 78 فرنك، تقريبا 3 دراهم. كاين هنا الشيلان والفولار، كاين الطاقيه الدرجال. فكما كنقول لكم اي حاجه احتجتوها للهدايا اللي تاخذوها معكم من مكه الا وهتلقوها داخل هاد الاسواق. كاين هاد الديكورات هادو اللي مكتوب عليهم الله محمد عليه الصلاه والسلام، المسجد النبوي والكعبه المشرفه، اسماء الله الحسنى، ديكورات اللي كلها زوينه. بالنسبه للاسعار ديالهم عاملين 30 ريال سعودي، وكاين اللي دايرين 45 ريال سعودي. 30 ريال سعودي كتساوي تقريبا 90 درهم مغربيه. كاينه هنا العبايات، بالنسبه للعبايات شاركتهم معكم في الفيديو السابق، عملت لكم عفوا فيديو خاص على العبايات، كنتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم. وكاينه هذا خاتم التسبيح، صراحه من الاشياء اللي عجبتني وجاتني عمليه بزاف. هذا الخاتم فيه تحديد القبله وفيه كذلك التسبيح، السعر ديالو 50 ريال سعودي اللي كتساوي 150 درهم مغربيه. والعبايات كذلك فيما مشيتو هتلقاوهم باشكال وموديلات مختلفه، الاسعار ديالهم هنايا ماشي رخيصه، يعني تقريبا نفس الاسعار اللي كاينه في باقي الاسواق. وهنا هتلقاو جميع انواع البخور على اختلاف اشكالها ومسمياتها، وعلى اختلاف كذلك الاثمنه، فالاسعار كتبدا من 2 ريال. وانتم طالعين هتلقاو اشياء كثيره هنايا وانواع كثيره ديال البخور. كاينه هذه الميستيكا او المسكه الحره كما كنسميوها حنا، كاينه اللبان الدكر، شاركت معكم في الفيديو الخاص بهدايا مكه. بالنسبه للبان الدكر كيعمل 120 ريال سعودي للكيلو، وانتم اذا بغيتوا بالغرام كيعطيكم بالغرام. هادو كذلك نوع من انواع البخور. فبالنسبه للبخور هتلقاو اشياء اللي كثيره، دائما شموا اي حاجه بغيتوها قبل ما تديوها. كاينه بعض انواع البخور اللي كتكون الريحه ديالهم شويه مجهده او قاصحه، وكاينه اللي الريحه ديالهم كتكون زوينه. كاين هنا السانوج، كاينه الهيل، كاينه القرفه، كاينه البخور بالعبار يعني بالكيلو. هنا العطور، جميع انواع العطور هتلقاوها، اسعار ديالهم مناسبه جدا، كتبدا من 5 ريال. فحال دابا هادو عاملين 20 ريال اللي كتساوي 60 درهم، كاين اللي عاملين 10 ريال، كاين اللي عاملين 5 ريال. فبالنسبه للعطور سواء النسائيه ولا الرجاليه
كينا روائح اللي كثيرة ومتعددة والأسعار ديالهم مناسبة. بالنسبة للمحلات اللي شاركت معكم في الفيديو الخاص بهذا مكة، أغلب الأشياء اللي كيبيعوها كتكون بجوج ريال، وإذا جيتوا هنا هتلقاوها تقريبا نفس السعر. فهذوك المحلات إذا شريتوا منهم هتكونوا كتاخدوا حاجة يعني تقريبا بثمن الجملة، ما كيناش شي فرق كثير، الفرق ديال يعني بضع سنتيمات وصافي، هذا هو الفرق. هنا كاين جميع أنواع العطور، كاين هنا العود الأصلي، بالنسبة للعود غالي، الجرام كيدير 200 ريال اللي كتساوي تقريبا 600 درهم مغربية، وكاين هادو قريمطة اليد بالخيط كما كتشوفوا هنا والحروف زوينين هادو، حتى السيراميك ديالهم زوين وما كيتقشرش داغي. بالنسبة للسعر هادو دايرين 15 ريال اللي كتساوي 45 درهم مغربية، كما كتشوفوا فيهم ألوان كثيرة، وكاين الحروف بالعربية وكاين الحروف الأجنبية، كاين هاد الديكورات هادو زوينين بزاف، تذكار من مكة والمدينة، كتلقاو هنا المسجد النبوي، الكعبة المشرفة، كاين هادوك الديكورات اللي داخلهم كاين الكعبة، كاين هاد الأشكال المبخرات. بالنسبة للمبخرات الأسعار ديالهم بين 60 70 80 حتى 90 ريال سعودي، وتشطروا معاهم في الثمن. هاد السنيديقات هادو زوينين، هاد السلعة كنظن الهند هما اللي كيديروا هاد الشكل ديال هاد السنادة، كاين هادو مبخرات حتى هما عاملين 15 ريال، هذا معطر ديال الشعر، هذا الريحة ديالو زوينة بزاف، عامل 15 ريال، 15 أو 10 ريال عفوا، 10 ريال اللي كتساوي 30 درهم، ريحته زوينة بزاف، هذاك الغوز وتا الحمار. هنا كاينين البخور وكاين العطور. بالنسبة لهاد المحلات راه تلقاو فيهم أي حاجة كتخص سواء الجسم ولا البشرة، المنتجات كلها كتلقاوها، إضافة للأمور اللي معروفة واللي كيديوها الناس كاملة اللي هي أنواع البخور، فأي محل دخلتو إلا وهتلقاو عنده أنواع كثيرة من البخور. هتلقاو كذلك المسك بانواع اللي كثيره واسعار اللي كتفاوت، فسولوا على احسن نوع. وكاين كذلك المخماريات هتلقاوهم هنا، كاين هذا البخور العدني، هذا ريحته زوينه، داير 35 ريال هو، وهذا 35 ريال اللي كتساوي تقريبا 100 درهم مغربيه. كاين هذا مسك الرمان من الروائح اللي زوينه بزاف المسك، المسك كاينه يعني في عطور اللي كثيره، سواء الرمان في الورد في الفانيلا، هتلقاو انواع كثيره ديال المسك، والاسعار ديالهم كتكون اسعار اللي مناسبه. من الاشياء اللي ممكن تاخذوها هدايا وكتكون زوينه، هاد السجاد اللي سبق لي شاركته معكم كيعملوا 10 ريال، كاينه هنايا نبتة مريم وتفاحة آدم، بالنسبة للاستعمال ديالهم صراحة ما عرفتش شي، خصوصا هاد تفاحة آدم ما عرفتش واش كياكلوها ولا كيستعملوها شي حاجة. بالنسبة لهاد نبتة مريم كيقولوا كيستعملوها النساء اللي تأخر الإنجاب ديالهم، كاينه هنا السجاد بالأنواع ديالو بالأشكال والأسعار، كتبدا من 10 ريال فما فوق، من 30 درهم فما فوق، على حسب النوعية كل حاجة. بالنسبة لهاد السجاد هادو دايرين 20 ريال اللي كتساوي 60 درهم، موديلات ديالهم زوين، وحتى الخامات تشوف الخامه اللي زوينه، كاين انواع كثيره تسجاد، من بينهم سجاد المدينه، هذا الحمار كيكون فيه الاحمر والاخضر الاسود، يعني فيه الوان كثيره، هذا من اجمل الانواع ديال السجاد، كياخذوه الناس بزاف، كيكون السعر ديالو داير 50 ريال سعودي اللي كتساوي تقريبا 150 درهم مغربيه، هادو كما قلت لكم دايرين 20 ريال. كانت هذه هي الجوله ديالنا في سوق الكعكيه، واحد من اشهر الاسواق الشعبيه في مكه المكرمه. كنتمنى ان هذه الجوله تكون نالت الاعجاب ديالكم، فنتلاقاو ان شاء الله في جوله قادمه. استودعكم الله.